السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات. عنوان الدرس: المكونات الرئيسية للروبوتات من وحدة تقنيات التحكم الرقمي والروبوت. هل الروبوت عبارة عن الشكل الذي نراه عادة في أفلام الخيال العلمي؟ هل هو يشبه الرجل الآلي فعلا دائما؟ هل يمكن أن يكون الروبوت عبارة عن ذراع فقط؟ من خلال هذا الدرس سنتعرف على المكونات الرئيسية للروبوت وسنجيب على هذه الأسئلة. أولاً، الحاسب أو نظام التحكم هو العقل المدبر في الروبوت الذي يقوم بتنفيذ برامج التشغيل للروبوت، حيث يمكن برمجة هذا الروبوت من خلال الحاسب أو نظام التحكم. ثانياً، نظام الاستشعار والحساسات هو عبارة عن أداة تحول المؤثر الفيزيائي مهما كان حرارة أو مسافة إلى إشارة كهربائية 0 و1، حتى يتمكن الروبوت ببرمجته الحاسوبية من فهمه ومعالجته، ويختلف هذا النظام من روبوت لآخر. كما يظهر في هذا الفيديو، استخدم الحساس لقراءة السائل سواء كانت درجة حرارته أو كثافته وغيرها من المؤشرات الفيزيائية، وقد يكون الحساس لتتبع لون معين أو مسار معين على حسب برمجته، فقد يكون نظام الاستشعار في الروبوت أو بجهاز قياس آخر، ولديه العديد من الاستخدامات المؤثرة في مجال صناعة الروبوت. وهذا فيديو آخر لنظام الاستشعار والحساسات، فلقد برمج الروبوت بحيث يستطيع الوصول لنهاية المتاهة التي وضع فيها، فحين اصطدامه بحاجز مباشرة يتحول إلى أي اتجاه يمكنه الابتعاد عن الحواجز حتى يتمكن من الوصول إلى النهاية. غالباً ما تكون المسابقات العالمية للطلاب في تصميم الروبوتات في هذا المجال، وهي تصميم وتركيب روبوت وبرمجته من أجل الخروج من متاهة أو اتباع مسار معين. ثالثاً، نظام السونار يستخدم لتحديد المسافات ولقراءتها، وهي تعتمد على الموجات الفوق صوتية. قم بقراءة المزيد من المعلومات حول هذه الموجات من خلال الإنترنت. سيقوم هذا الروبوت بتصوير المسافات التي ستكون حوله من خلال هذه الموجات. الروبوت هو عبارة عن العلامة الزرقاء، والمساحة التي تم تلوينها بالأسود هي عبارة عن المسافة التي قرأها الروبوت وسجلها لديه. رابعاً، نظام الرؤية بالكاميرات. سوف يقوم الروبوت بتسجيل كافة اللقطات التي تلتقطها كاميرته الخاصة، ويجب أن يكون لدى هذا الروبوت القدرة على معالجة الصور. عندما أرسلت وكالة ناسا روبوت إلى كوكب المريخ، قامت بتضمين نظام الرؤية بالكاميرات حتى يتمكنوا من تحليل البيئة بالمريخ. خامساً، نظام الحركة أو التنقل. في معظم التطبيقات الصناعية للروبوتات يستلزم وجود نظام حركة أو تنقل لتنقل الروبوت وصعوده الدرج مثلاً أو بأطراف متحركة أو بعجلات. سادساً، الذراع. وحتى يتمكن الروبوت من حمل المعدات أو الإمساك بها، فهو بحاجة لأن يكون لديه ذراع، وقد يتكون الروبوت من ذراع فقط كما هو واضح أمامنا، أو قد يكون الروبوت مضمن لديه الذراع كما في الروبوتات التي تشبه الرجل الآلي. سابعاً، قبضة اليد. أصبح لدى الروبوت قبضة يد تشبه إلى حد كبير قبضة يد الإنسان، فلقد صممت لأن يمسك بالأشياء بدقة ومرونة عالية. هذا الروبوت يريد إشعال الضوء بإدخال الأنبوب الأول بالثاني، ولأنه مصمم بدقة عالية فهو يستطيع القيام بالأمر. ثامناً، نظام توليد الأصوات. فنظام توليد الأصوات يستخدمها الروبوت للتعبير عن شيء معين، إما لإصدار صوت تنبيه أو مثل ما شاهدنا بالفيديو. تاسعاً، نظام توليد الكلام. توليد الكلام، وهذا للروبوتات التي لديها نظام الذكاء الاصطناعي كالروبوت السعودية صوفية. إذن من خلال الدرس تعرفنا على المكونات الرئيسية للروبوتات: أولاً، الحاسب أو نظام التحكم، ثانياً، نظام الاستشعار والحساسات، ثالثاً، نظام السونار لتحديد المسافات، رابعاً، نظام الرؤية بالكاميرات، خامساً، نظام الحركة أو التنقل، سادساً، الذراع، سابعاً، قبضة اليد، ثامناً، نظام توليد الأصوات، وتاسعاً، نظام توليد الكلام.